أمير وين راح؟ راح يتحمم. ليش؟ أنت عندك مشكلة بهالشي؟ تعي. بدل ما أنك قاعدة هون وعم بتحطي مناكير وقصص بايخة، فكري كيف رح تبلشي بالمهمة. لازم تخلصي هالشغلة بسرعة، أحسن إلنا نحن التنتين. ما لاحظتي كيف ثقة وأمل جوري عم بيزيدوا هالأيام؟ مهمتك تنزعيهم نهائياً، ولازم ترجعي تخلي أنور إنه يتذكر بإنك أنتي الأساس. مع إني ما بظن أبداً إنه هالشي ممكن يصير بوجود أمير. لا تخافي يا خالتي، أنا عرفت كيف أتعامل مع أمير هلأ، وقت بيصير الشغل أنا بعرف كيف أتصرف منيح. ميسون أبداً مو سهل تطلع من قلب أنور مثل ما مفكرة جوري، وهي اللي بلشت الحرب. خالتي، وين بيكون أنور هلأ؟ قاعد عم يشرب على البلكون. كتير منيح. إذا شرب أنور بيكون ممتاز لحتى تنجح خطتي وبدون أي خطأ. الحياة تجمعنا سوا من أول وجديد. أنا بتوقع إنه هذا اسمه قدرنا، وهي الحقيقة. ليش لحتى نفكر بيلي راح؟ لازم نفكر بيلي جاي للمستقبل، وهي هي الحقيقة، إنه أنا وإنت قدرنا نكون سوا دائما. أنا كتير محظوظة إني لقيت حبك، وإنت اعتبرتني الوحيدة اللي بتستحق هذا الحب. بس أنا بدي أعطي برهان لهذا الحب الكبير، لهيك بدي إنه تستناني اليوم بالجنينة وما تروح لحتى إجي. خلي هي الرسالة توصل لأنور بأي طريقة خالتي، والباقي علي أنا. أنتي ما تخافي. تفكير ممتاز. أنور، كيف بتقدر تساوي هالشي؟ ما في ولا بنت بتقدر تاخد مكاني بقلبك. ما رح خلي أهميتي بحياتك تقل. جوري ما بتاخد مكاني، جوري لازم تطلع من هذا البيت. أنا دائما كان عندي الحق بحبك، ودائما رح يكون مثل ما بدي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.